السلام عليكم، وحشتوني من الحلقه اللي فاتت. النهارده حلقه مهمه جدا، بتسال كتير بالنسبه للناس اللي عندها كوليسترول مرتفع، ناكل ايه يا دكتوره وما ناكلش ايه، خصوصا ان في مرحله معينه كده اتعلمناها مع بعض في كيفيه قرايه تحليل الكوليسترول او في كيفيه قرايه تحليل الدهون الكامله. في مراحل معينه كده بيكون الدكتور اصلا ما بيكتبش عليك وهيقول لك ظبط اكلك. طب ظبط اكلك دي معناها ايه؟ ايه المنتجات الطبيعيه او الاكلات حتى لو مش طبيعيه اللي ممكن لو انا قطرت منها بيعلي الكوليسترول او بيزود الكوليسترول الضار او حتى هيقلل لي ال HDL الكوليسترول المفيد؟ فحاجات معينه كده عايزين نتفق عليها مع بعض، دي عدم الاكثار منها صحه اكتر وكوليسترول اقل، وفي نفس الوقت انا لو اقدر ابطلها خالص لو انا اكتشفت ان كوليسترولي عالي هبطلها مش بس هقلل منها. عايزين نعرفها دلوقتي مع بعض سريعا كده مش هطول عليكم. زي ما احنا متعودين انا سالي البيوز استشاري تحليل طبيه مع من سالي لاب عشان لسه بيتابعني لاول مره وما كانش دايما متابع. هنتكلم النهارده ايه هي الاكلات او الاطعمه اللي انا المفروض اقلل منها لو عرفت امنعها خالص طالما كوليسترولي مرتفع، على الاقل لفتره محدوده كده امنعها لحد ما اتعالج الدنيا تبقى تمام فنرجع ناكلها تاني بس على بسيط. ايه اللي مليان دهون مشبعه؟ الدهون المشبعه دي اكتر حاجه قلنا غنيه بالكوليسترول وبالتحديد بالكوليسترول الضار او بالدهون الثلاثيه. دهون مشبعه يعني حاجه مليانه دهون ضاره. الكوليسترول مش كله ضار، احنا متفقين مع بعض من اول يوم الكوليسترول اصلا مهم لشغل كتير من الهرمونات. الكوليسترول له فوائد كتير جدا في جسمنا وبيساعد على عمل الاعضاء كتير وله فوائد كتير للبشره وللجلد، بس اهم حاجه ما يزيدش عن المستوى الطبيعي. الدهون عموما في جسمي ما تزيدش، في دمي ما تزيدش عن المعدل الطبيعي، عشان زادت في الدم هتوصل ايه؟ لان هي تكون دهون على الكبد، توصل لانها وهي ماشيه في الشرايين كده تسدها، شرايين الدماغ شرايين القلب لا قدر الله ارتفاعها قوي ممكن يؤدي لجلطات دماغيه وسكتات قلبيه، واحنا في غنى عن كل ده. ده ممكن اصلا يعني اكتر من 95% منها، في نسبه كده براسي، واكتر من 95% اصلا بتبقى جايه من طريقه اكلي الغلط، اللايف ستايل بتاعي، ما بلعبش رياضه كمان، متحركش كتير. طيب خلاص بقى ما تقولوش كتير، قول لنا ايه هي الاكلات دي عشان نخلي بالنا منها. في حاجات نعرفها وفي حاجات ممكن تكونوا بتعرفوها معايا لاول مره النهارده. من الاكلات او من الاطعمه الغنيه بالدهون المشبعه والافراط فيها هيعلي لي الكوليسترول هي الزبده. الزبده ده على فكره بقى سمعت دكاتره كتير بتقول لا انت ما تطبخش عندك في البيت بزيت ولا سمنه واطبخ بزبده والزبده صحيه. لا خلينا متفقين ان مش كل الزبده زي السمنه كده، السمنه الطبيعي اللي هي السمنه البلدي هي اللي صحيه، والزبده لما تبقى صحيه تبقى زبده طبيعي وبرده ما كترش منها. تمام. طيب الزبده اول حاجه من الاطعمه اللي احنا بنقول الاكثار منها هتعلي لي الكوليسترول. ايه كمان؟ احنا اغلبنا عارفين معلومه البيض. البيض من الحاجات اللي فيها دهون، ده كل يوم جينا ناس في المعمل والله يا دكتوره الدهون عاليه عندي مع اني ما باكلش بيض، هي الدهون موجوده في البيض وبس. طيب ماشي، على العموم عايزين نبقى عارفين ان النسبه بتاعت الدهون اللي موجوده جوه البيض مركزه اكتر في صفار البيض مش العكس، مش بياض البيض. وفي نفس الوقت هو حاجه معروف ان هي النسبه العاليه منها بتعلي الكوليسترول لما بيكون مفرط فيها. طيب ايه كمان؟ المقليات، خصوصا لو انا بقلي بايه لسه قايلين، بقلي بزيوت وزيوت فيها دهون مشبعه وزيوت مضره ومش هتبقى صحيه بالنسبه لي. المقليات دي كلها بترفع لي التريجليسرايد، بترفع لي ال LDL وتنقص لي ال HDL. عارفين الفرق من ال HDL الهاي ليبيد كوليسترول وال HDL الهاي دينستي ليبيد، اللو دينستي ليبيد والهاي دينستي ليبيد. الهاي هو المفيد والال هو الضار، هو الكوليسترول الضار. طيب ايه كمان؟ احنا وصلنا ثلاثة. رابع حاجه لازم نبقى عارفين
ان اللحوم المصنعه مليانه دهون مشبعه. الدهون المصنعه، اللحوم المصنعه اللي زي ايه؟ لحوم ده زي السجق، زي الهوت دوج، السلامي، التركي، ده الاقصار منها. في دهون، في نسبه دهون كتيره جدا، والدهون اغلبها مشبعه. ده ممكن لو حسبنا مثلا جرام واحد منها بيعادل كام جرام دهون، في قد ايه دهون؟ توصل لحد 14 جرام دهون مشبعه. فطبعا الافراط فيها هيبقى غلط. وانا لو مريض كوليسترول مرتفع اصلا لازم اقلل من كوليسترول مرتفع او تراي، التراي جلسايد، الدهون الثلاثيه. طب ايه كمان غير اللحوم المصنعه؟ الاطعمه المصنعه عموما اللي فيها دهون متحوله كتير. فاكرين حلقه التستوستيرون لما انا قلت لكم في حاجه كده اسمها دهون متحوله، اطعمه معروف ان فيها دهون بتتحول كده؟ دي اشهرها ايه؟ المخبوزات. المخبوزات من الحاجات اللي مليانه دهون وانتم ما تتخيلهاش. عامله زي مين؟ زي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات برضو من الحاجات اللي مليانه دهون مشبعه، اللي هي سكريات. مش لما بيبقى حد مريض سكر الدكتور مش بيمنعه عن النشويات والسكر وبس، لا، بيمنعه عن ايه كمان؟ برافو، بيمنعه عن المعجنات. ان المعجنات غلط جدا، بترفع لي الكوليسترول وتقلل لي الاتش دي ال. اي حاجه هتقلل لي الاتش دي ال كده هتبقى غلط. طيب وقلنا كربوهيدرات لازم ان انا اقلل منها، وايه كمان؟ كربوهيدرات من ضمنها كمان الكربوهيدرات على فكره الموجوده في الفاكهه، سكر الفاكهه والفركتوز، ده اكتر حاجه الافراط منه بيسبب دهون على الكبد. يعني معنى كده دهون. ليه؟ كربوهيدرات اصلا بتتحول لدهون، بتحفز الكبد ان هو اصلا يصنع كوليسترول اكتر. طيب ايه كمان؟ منتجات الالبان. منتجات الالبان هي كمان فيها كوليسترول، خصوصا كامله الدسم. كامله الدسم، كلمه حتى نفسها كامله الدسم دي معناها ايه؟ ان فيها دهون. الافراط منها كل حاجه من الحاجات دي، التناول بتاعها العادي مش مضر ولا مقلق قد ما انا بتكلم عن خطوره الافراط منها. حاجه باكلها الصبح وبالليل، اكون باكلها كل يوم، باكلها بكميات كبيره عشان بحبها. منتجات الالبان نحطها في حساباتنا. طيب من ضمن منتجات الالبان دي ايه؟ الجبنه المطبوخه. اخطر نوع انواع جبن هي الجبنه المطبوخه. اول ما بشوف روح سوبر ماركت اجيب جبنه لنفسي واشوف الجبن اللي هي الكب دي، الكوبايات دي، كنت بحبها جدا. وبعدين اما لقيت فيها زيوت نباتيه ولقيت فيها ان هي اصلا مليانه دهون مشبعه، لا، بقيت اخاف منها والله، كرهتها سبحان الله. انا بقيت ادور على الجبنه الطبيعيه. بالمناسبه يعني الجبنه اللي يكون مكتوب عليها لبن طبيعي، اصلا بحب الجبن قوي. بس كنت بجيب جبن كتير جدا، وجات لي فتره ما باكلش الا قريش بس، وبعد كده زهقت بقى من القريش عشان هي صحيه طبعا، رغم ان انا بعملها بطرق مختلفه عشان اكلها وكده وعشان احبها، بس زهقت. فبقيت ادور بقى على الجبنه الشيدر مثلا مكتوب عليها طبيعي، جبنة فيتا بس مكتوب عليها لبن طبيعي. انما اوعى تجيب جبنة مكتوب عليها نباتي الدهن، زيوت نباتية. الزيوت النباتية من الحاجات، النقطة الجاية اللي احنا هنتكلم عليها، اللي بترفع لي كوليسترول جدا. زيوت نباتية زي زيت النخيل، زيت الصويا، زيت الزيتون على فكرة رغم ان هو صحي الاكثار منه برضو غلط. يعني انا ما اكلش اكتر مثلا من معلقه صغيره زيت زيتون في اليوم، سواء على البارد او لو انا هقلي حاجه، يكون نوع زيت نضيف كده وينفع ان هو يبقى على البوتاجاز، او مثلا هدهن حاجه داخله الاير فراير، فاهمين قصدي؟ انما زيوت نباتيه خطر جدا، موجوده في اكلات كتير قوي على فكره. وكده على الحاجات المعلبات، اي حاجه مكتوبه عليها زيوت نباتيه دي نبعد عنها خالص. تمام كده. كمان النقطه اللي بعد كده، زيت برضو وبيرفع الكوليسترول، رغم ان دكاتره كتير، دكاتره التغذيه حتى وناس كتير بتنصح بيه وان هو صحي وان هو مفيد وهو له فوائد فعلا، بس انا بتكلم في الافراط خطر جدا. هو زيت جوز الهند ده، حتى الناس اللي عاملين رجيم الكيتو بيمشوا دلوقتي على طول على يا زيت زيتون يا زيت جوز هند. زيت جوز هند حتى بيعملوا بيه معجنات.
تبقى تنفع للدايت وكده. بس زيت جوز الهند على فكرة الاكسار منه برضو هيبقى غلط وهيرفع لي الكوليسترول، فلازم نحط دي في حساباتنا. قبل ما انسى كان في حاجة كده كنت عايزة اقولها مع الجبنة المطبوخة والمنتجات المعلبة وكده، الصوصات. الصوصات دي برضو من كتر ما كنت بحبها ما كنتش بركز في مكوناتها ايه، مليانة دهون مشبعة ومليانة زيوت نباتية. بحب الكاتشب والمايونيز، بنحب احنا الصوصات بقى اللي هو صوص الشيدر، لا صوص مش عارفة ايه، كل واسمه تاكسز، كل الصوصات دي برضو الافراط منها مليان دهون مشبعة. كمان في حاجة ما تخطرش على بال كتير مننا، وهي عارفين الناس، في ناس والله بتحب تاكل جلد الفراخ، جلد الدجاج. لو جيتوا تشوفوا اصلا هو عباره عن ايه، عباره عن دهن، عباره عن كله دهن، ودهن ايه، دهون مشبعه مشبعه يعني. فلما بنيجي نشوي حتى فراخ او بحمرها، بشيل الجلد ده خالص يترمى. لازم نبقى متفقين على كده، احنا ناس دلوقتي بندور على صحتنا وبندور على الحاجه المفيده، بلاش من اي حاجه مضره خالص. انا عارف طبعا يعني محدش بياكله الا قليل، بس لازم برضه اقول لكم المعلومه دي. كمان الحاجات اللي فيها دهون مشبعه لو كترت منها ابقى بدخل جسمي دهون كتير وهرفع كوليسترول، وهتلاقي اغلب الدكاتره تقول لك برضه ما تاكلش منه كتير، هو المأكولات البحريه، جمبري، الكابوريا، السبيط، كل المأكولات البحريه، سمك التونه، لا سمك السردين، كل المأكولات البحرية دي ما تستهونوش بيها، دي ممكن تبقى فيها نسبة دهون اكتر من مثلا البيض، اكتر من الزبدة. فما نفرطش فيها برضو. لو انا عندي كوليسترول نقلل خالص الطعمة اللي انا قلتها دي، او نبعد عنها بقدر الامكان. اما لأكل ايه، لا انا هاكل خضار وهاكل بروتين، بروتين برضو بس ما يكونش لحوم مصنعة، ما يكونش بيض كتير او كده. هتغذى كويس، هاكل الدجاج بس من غير الجلد. ففي اكل كتير، في اكل كتير، بس يكون اكل صحي ومفيد وما يسببليش اي ضرر. وحاجات كتير كل ما انا طبختها بطرق مختلفة يحببني في طعمها. والف سلامة لكل مريض. اتمنى تكون الحلقة مفيدة، انا لخصتها كده على قد ما اقدر، وقلت لكم الأطعمة ممكن نختصرها في نقط ايه بالظبط كده عشان نخلي بالنا. لكم اي سؤال سيبولي في كومنت. لو عجبتك الحلقة لايك وشير. لو في اقتراحات للحلقات الجاية عرفوني، وانا اعمل لكم حلقة عنها في اقرب وقت ان شاء الله. سلام عليكم.